عاش الثائر حمد الباسل حياته متنقلاً من معركة إلى أخرى. لم يكن دوره الوطني داخل مصر فقط، بل امتد خارجها أيضاً. ففي شجاعة غير مسبوقة تحدى الاحتلال الإيطالي في ليبيا. حين ذاك استغل شيخ العرب الصحراء الغربية المصرية في إمداد الثوار الليبيين بالمال والسلاح والغذاء، عطاء غير محدود تسبب له في كثير من المتاعب والأوجاع. كان قبيلة الرماح لها دور واسع بقيادة حمد الباسل في دعم عمر المختار بالأسلحة والتموين والأغذية والاستضافة والحماية للفارين من المطاردات الإيطالية أو الطليمة في حروبهم ضد الليبيين. لا شك أن حمد الباسل كان ظهيرا حقيقيا للثورة الليبية والعمر المختار، وكانت بينهما علاقة مودة وعلاقة استقلال وطني. فيكفي هذا الرجل إن هو خصص 500 فدان من أرضه، لأنه هو كان عنده أرض واسعة، للناس اللي كانت بتحارب في ليبيا أو اللي تعرضوا للظلم والاضطهاد في ليبيا إبان الثورة الليبية. الناس اللي كانت بتهرب أو الليبيين العاديين أبناء القبائل اللي كانوا غير قادرين على حمل السلاح وغير قادرين على مواجهة الاحتلال وكانوا بيلجأوا إلى مصر، حمد باشا إداهم أقطاعهم 500 فدان من أراضيه عشان يعيشوا فيه، وما زال حتى الآن أبنائهم وأحفادهم موجودين. ويمكن دول جزء من التركيبة العربية أو التركيبة البدوية اللي موجودة على مستوى محافظة الفيوم بالكامل. فده دور كان بيقوم به تجاه أبناء ليبيا، وأنه ده جلب له الكثير من المتاعب. من بين المتاعب اللي واجهته بسبب هذه المسألة أنه حددت إقامته، ولكنه لم يهتم بهذا الأمر، لأنه كما يقول تاريخه كان النضال بالنسبة له قيمة راسخة وثابتة.